الموضوع اللي بعدين موضوع الفي اس دي ventricular septal defect، هذا most common congenital heart disease. 30 ل 50% هو most common overall، male أكثر من female طبعاً. types في له نوعين رئيسيين، في عنا اللي هو majority of the cases بيكون small والminority of the cases بيكون large. هذا السمول غالباً asymptomatic وغالباً مسكر لحاله close spontaneously، هذا بس نكتشفه بالصدفة عن طريق الفولو systolic murmur. لاحظوا نوع المرمر في الـ ASD كان ejection systolic murmur، وأنا نوع المرمر كان اللي هو هولو systolic murmur. سننتبه طبعاً أن هذول السمول اللي هم majority of the cases asymptomatic بيكونوا مرة أخرى هولو systolic murmur. نوع المرمر في الـ ASD كان نوع systolic ejection، هنا يكون هولو systolic polysystole يعني pan systolic اسمه، أو اسمه هولو systolic ميرمر أم يعني ميرمر. هاي الدائرة نورمال إي سي جي بيكون نورمال سكس راي، ركزوا لي عليها، هاي في الحالات سمول في اس دي اند كلوز سبونتينس بسكر لحاله. هسا كيف نكتشفه؟ طب هذا نكتشفه بالصدفة عن طريق الميرمر، عن طريق اللي هي اكسيدنتال فايندينج. اللارج اللي هم الماينورتي اوف ذا كيس هذول بيعملوا كونجست بارت فيلر باي ذا ايج اوف 2 مانث، باي ذا ايج اوف 2 مانث اذا اف ليفت ان تريتد. هذول بيجي عندهم سكندري بولمونري هايبرتنشن، بصير عندهم بولمونري هايبرتنشن لانه شنط عماله بينقل الدم من الليفت سايد للرايت سايد. هذا الدم اللي بنتقل من الليفت سايد الى الرايت سايد راح يروح للبلمونري ارتري، مع الوقت الطفل بيصير عنده بلمونري هايبرتنشن. هذا البلمونري هايبرتنشن راح يكون عنده الاعراض الاتيه، هاي الاعراض مع كل الكونجنتال هارت ديزيز بيرتفع فيها البلمونري بلد فلو. ارجوك ركزوا عليها، كل الكونجنتال هارت ديزيز بيرتفع فيها البلمونري فلو بيجي عندهم هاي الاعراض، ولكن هاي بتكون واضحه كثير في الفي اس دي. بور فيدنج، بور جروث، وبصير عنده فيلر تو ثرايف، ريكرنت شست انفكشن. من اهم البرزنتيشن بيجوا فيها اللارج في اس دي بيجوا بريكرنت شست انفكشن. هيباتوميجالي، هذا هيباتوميجالي بسبب الهارت فيلر طبعا، بصير عندهم هارت فيلر. موست ايرلي ساين اوف كونجستيف هارت فيلر، اذا الطفل صار عنده كونجستيف هارت فيلر بصير عنده هيباتوميجالي. هولو سيستوليك ميرمر مره اخرى بيكون واضح جدا. هسه هل الحجم الفي اس دي يترافق مع الميرمر؟ لا، نو ريليشن، نو كورليشن بين حجم الفي اس دي والميرمر. يعني كل ما كان الحجم اكبر للفي اس دي كل ما كان الميرمر اعلى. غلط، هذا المعلومه خطا. نو كورليشن، نو كورليشن في الاي اس دي والفي اس دي بين الميرمر وحجم الديفكت، على العكس من البي دي اي. البي دي اي الميرمر تبعها المشينري ميرمر كل ما كان اعلى كل ما كان الحجم الديفكت تبع البي دي اي اعلى. هاي المعلومه ارجوك ركزوا عليها. هولو سيستوليك ميرمر اي سي جي، شو بتلاقي في الاي سي جي؟ بي فينتركولار هايبرتروفي. في الاي اس دي كنا نحكي رايت فينتركولار، هون بي فينتركولار شو استري، بتلاقي انكريست نوز فلو اند بلثريك من فيلد اند كارديوميجالي. التريتمنت تريت كونجستيف هارت فيلر باي 3 ديز. شو ال 3 ديز؟ اللي هم ديوريتيك اند دايجوكسين اند ديجيتاليس. دايجوكسين هو نفسه ديجيتاليس اند دايليترز، هم الفاز دايليترز زي الهيدرالازين هاي الادويه and ACE inhibitor. هسا السيرجري by the age of 1 year، على عمر السنة نعملهم ACE surgery لهم الـ VSD. هذا هو موضوع الـ VSD بشكل مختصر جداً.